هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا يا شباب، راح اتكلم بخصوص القرعه. اللي حاب يجدد القرعه او يريد القرعه، نفس ما قلت لكم يا شباب انه تنفذ الشروط، وراح اخلي لكم شروط للمسابقه. وراح تتكون هاي المسابقه من 8 حسابات، ومثل ما عرفتوا انه بين فيديو وفيديو راح نعرف فائز ونسلم قريه ان شاء الله.